وصلنا لليوم الثالث من تحديات سقوط الثلج او تحديات كريسماس لسيزون 5 شابتر 2، فان شاء الله راح اشرح لك هذا التحدي قبل ما ينزل بساعتين واقول لك على هذا التحدي وتكون جاهز وريدي اول ما ينزل معنا ان شاء الله الساعه 3 بتوقيت السعوديه والساعه 4 بتوقيت مصر. بعد منها راح ننتقل للموضوع الثاني معنا اللي هو الكونسول الخاص بشركه كي اف سي اللي قادم معنا على الاسواق ان شاء الله وبمواصفات خرافيه جدا وبميزه يعني بحياتك ما بتتوقع انه هي موجود داخل كونسول او جهاز جيمنج بالعالم. فاذا انت اول مره عندك شاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك ليوصل المقطع لكل مكان. اللايك بيهمني جدا وتشارك هذا المقطع مع اصحابك مشان تكون انت من اول الناس تقول لهم بموضوع الكونسول الجديد. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات الكريسماس حاليا نحن صرنا باليوم السادس يوم 23 ديسمبر فان شاء الله رح اشرح لك اياه بشكل كامل. بالنسبة ليوم 23 ديسمبر متوقع يجي معنا احد التحديين اللي ظاهرين امامكم، رح اشرح لكم اياهم بشكل مفصل وهن تحديات بسيطة اصلا ما حياخذوا منك وقت كتير. بالنسبة للتحدي الاول متوقع معنا بيطلب منك انك انت تدمر 10 مباني للاداء باستخدام الطائرة. اول شيء الطائرة بتلاقوها بهدول الاماكن الجديدة اللي ظاهرة امامكم على الخريطة، كذلك انك انت تروح لهنيك تاخذ طائرة وتكسر 10 مباني للاداء. لو موجود هذا التحدي معنا داخل اللعبة بتفوت تيم رامبل بتروح على هدول الاماكن بتلاقي الطيارة وبتروح بتكسر مباني الاعداء لانه انت بتلاقي بناء كتير بالنسبة للاعداء للتيم رامبل وبيخلص معك هذا التحدي. والتحدي الثاني اللي موجود معنا اللي هو بدك تستخدم اللانشر الجديد وتجمد 10 اقدام للاعبين او للاعداء بشكل عام، كذلك انك انت تلاقي هذا اللانشر داخل الشيست او داخل الهدايا اللي بتلاقيها المرمية على الارض. بتروح بتاخذ هذا اللانشر وبتجمد اقدام اللاعبين 10 مرات وبتخلص معك هذا التحدي. احد هدول التحديين بشكل اكيد جاي معنا 100%. شلون بيسربوا لك اسئله الامتحان وبيقولوا لك هدول اسئله متوقعه؟ انا هلا عم سرب لك التحدي تبع فورتنايت واقول لك هدول التحديين واحد من بيناتهم اكيد جاي. فاذا انت ما عرفت اي شيء بالنسبه لهدول التحديات اكتب لي بالتعليقات وانا بساعدك. هذا الفيديو رح ينزل قبل بساعتين للتحديات، فالساعه 3 بتوقيت السعوديه والساعه 4 بتوقيت مصر رح يكونوا معنا جاهزين التحديات، ففوتوا اعملوا دغري وكونوا عارفانه. وكل يوم رح ننزل بنفس الوقت التحدي الخاص بالكريسماس مشان تكون ريدي وتكون من اول الناس اللي ياخذوا السكنين اللي ظاهرين امامكم. وخلينا هلا ننتقل مع بعض لموضوع الكونسول الجديد اللي قادم من شركه كي اف سي. حاليا مجال الجيمنج يا شباب عم يتطور اكثر واكثر ويوميا عم يتطور. اي حدا صار معه مصاري او مستثمر كبير وضخم بالعالم عم يستثمر بمجال الجيمنج لانه فعليا جيمنج صار شيء اساسي بالحياه ورح يصير من احد العاب الاي سبورت المعتمده ورح يصير عباره عن رياضات مثله مثل باقي الرياضات مثل كره القدم مثلا او مثل كره السله بشكل عام. فطبعا البلاد العربية متأخرة عن هذا الموضوع شوي، ولكن بأوروبا وأمريكا بشكل عام الإي سبورت رياضة معتمدة. خلينا مع بعض نحكي عن الكونسول الجديد. شركة كي اف سي أعلنت عليه بشكل رسمي وقالت إنه نازل بهذا الصيف. نحن فكرنا الموضوع عبارة عن ميمز وهيك، واحد صمم علبة كي اف سي أو وجبة كي اف سي وراح عملها على شكل كونسول ونزلها على النت، ولكن طلع الموضوع أكيد 100%. قبل ما افوتكم بقصص الهاردوير وموضوع الفريم والقصص هي، الميزه هي رح تكون كالاتي: انك انت لما تلاقي عندك اكل بالبيت حابب تسخنه، حاليا ب 2021 ما بتروح بتحطه مثلا بالميكروويف او بتحطه بالفرن، لا بتروح بتاخذ الاكل تبعك وبتطحشه داخل الكونسول تبعك، بتستنى عليه شوي وبيسخن. هيك قالت شركه كي اف سي، يعني فعليا انت رح تطلع سحاب او تطلع درج من الكونسول تبعك وتحط فيه اكل وتسخن الاكل. طيب شلون رح يصير تسخين الاكل مثل ما حكت الشركه؟ الشركه حكت رؤوس اقلام عن هذا الموضوع، رح يكون عباره عن انك انت تستثمر موضوع التهويه الخاصه بالحراره وتدخلها داخل الكونسول وتسخن لك الاكل. اي جهاز الكتروني بيطلع لك حراره هذا الشيء احنا متعودين عليه، او اي جهاز جيمنج. الشركه استغلت هذا الموضوع وعملت فتحات تهويه انه هي تفوت لك الحراره تبع الجهاز تبع الهارد مثلا تبع المعالج تبع كرت الشاشه وتدخل لك اياهم داخل هذا السحاب او الدرج مشان يسخن الاكل. هيك موضوع التسخين كلياته، ولكن الشركه ما اعلنت عنه بشكل رسمي لهذا الموضوع، حكت رؤوس اقلام اللي انا عم بحكي لكم اياها. والكونسول الجديد يعني لا انك تستقل فيه او تلاقي مثلا انه الموضوع ايزي ولا اي حمل شيء بيقرف مثلا مثل اب كرتوني او شيء، لا الشركه ضاربه ضربه كبيره ورح تحط لك معالج انتل اي 9 ورح تحط لك كرت شاشه بيدعم ال 4K على 240 اف بي اس وبيدعم خاصيه تتبع الاشعه والفي ار، يعني كل هذا كرت الشاشه رح يدعمه، فعليا هو اقوى من البلاي ستيشن 5 اذا هيك فعلا رح يدعمه مثل ما قالت الشركه، ورح يجي بذاكره مساحتها 1 تيرا بايت اس اس دي ورح يجي بذاكره عشوائيه 32 جيجا بايت رام. هذا هو الموضوع كلياته يا شباب، والموضوع فعلا خرافي جدا. ولهلا الشركه ما اعلنت عن سعره وما اعلنت امتى رح ينزل، ولكن قالت رح ينزل بهذا الصيف بشكل مؤكد، والشركه دخلت عالم الجيمنج يعني خلص دخلت عالم الجيمنج. ومثل ما شايفين هذا هو شكل الجهاز بشكل عام، فاكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالشكل، هل هو حلو وهل الجهاز ممكن ينجح معنا كشركه كي اف سي وتدخل عالم الجيمنج؟
اكتبوا لي كل هاد بالتعليقات. لو حابين نشوفوا السلسله الخاصه بالمشاهير ولاعبين الاي سبورت المحترفين يلي عم يربحوا مبالغ هائله، رح انزل لكم هيك سلسله عندي بالقناه. فكود دعم الاتم شوب اللي زار امامكم نيمو 9 بتشكركم على الدعم الخرافي فيه، ولا تنسوا تحطوا لايك وبرعايه الله.